بشراكم أهل التقى والصلاح، ففي سماكم كوكب السعد لاح، الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي خير إن شاء الله. الإخوة، اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن التصفح حسب نوع العنصر أو العرض. نافيغي بارتيب، هي هذه الأزرار. تكست بوتون بوتون زون ديديميشن ايزاكوت بار ليست اليمون فوكس فوكس نو ديفيل نافيغ كاركتر مو ليني باراكاد كوبيي فوليوم ترادكسيون اي ريكوني بار ديفو. هذه كما نعلم ان المطور قد اضافها يوم 10/7/2020، ولكن في نسخه 1/5/2021 قد تم التعديل عليها، فاصبحت لا تشتغل بمجرد ما نسحب من الأعلى إلى الأسفل. إذا قمنا بتحديد هذا الخيار، فجعل الإيماءات الارتدادية هي التي تؤدي هذا الأمر، مشابهة لقارئ الشاشة سكرين ريدر، وكذلك التولك باك الحديثة الخاصة بالأندرويد 11. فطرأ واحد الجدال، هناك بعض الإخوة لم يعجبهم هذا الأمر، وإخوة آخرين عجبهم الأمر. لماذا؟ لأن النسخة القديمة كانت تحرمنا من بعض الأمور مثل الموافقة والإلغاء وغير ذلك، وحتى النسخة الحديثة الطريقة الحديثة هذه حرمتنا بها من بعض الأمور، من بينها الذهاب إلى آخر عنصر أو أول عنصر. وفي الغالب نستخدم هذه الوظيفتين بكثرة أثناء التعديل أو أثناء التصفح في القوائم. فالمطور ماذا عمل في النسخة الحديثة، نسخة 15/5؟ أضاف عنصر لمن أراد استخدام النسخة القديمة، التسح من الأعلى الأسفل، يقوم بإزالة تحديد هذا العنصر الجديد، ولمن أراد استخدام الطريقة الحديثة يقوم بتحديد هذا العنصر. هو في الحقيقة ما زال لم يترجم بعد. فالآن احنا غادي نشوف كلتا الطريقتين، ولمن أراد استخدام الطريقة القديمة يستخدمها، ولمن أراد استخدام الطريقة الحديثة يستخدمها، ولمن بغاش يستخدمهم في زوج ما يستخدمهم في زوج. نأتي بالقائمة العامة، وذلك بالسهم من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين. منيو. ندخل إلى الإعدادات الكومنتري. Suspendre la parole et paramètres d'application. ندخل إلى بارامتر الأبليكاسيون. GT Show Plus. ثم بارامتر ديزاكسيون. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres de réaction. Paramètres des actions. ندخل هنا. Paramètres des actions. ثم ندخل إلى paramètres de navigation. Mettez les applications en paramètres des gestes alternatifs. Paramètres de navigation. ندخل هنا بالضغطتين. Paramètres de navigation. وهنا نسحب حتى نجد. Naviguer par type. Case à cocher. Cocher. Utiliser parcourir par type en utilisant le balayage vers le haut ou vers le bas. S'il y a un conflit à cause des raccourcis, choisissez. نافيغي بار تيب، هذه راهي محددة. نسحب مرة واحدة. Choisissez les types de navigation. هنا يعطينا إمكانية التعديل على العناصر التي لا نريدها أن تبقى لما نتصفح من أعلى أسفل نجدها، مثلا Text Bouton Text par défaut. فأنا مثلا أدخل هنا. Choisissez les types de navigation. وسوف أختار العناصر التي أحتاجها أنا فقط. نسحب اليسار اليمين. Choisissez les types de navigation. نسحب. Par défaut, non coché. Par défaut, لابد من كوشيها لأننا نحتاجها. Coché. ثم نسحب. Text, non coché. Text, في الغالب لا أحتاجها، سوف لن أقوم بتحديدها. Bouton, non coché. الأزرار أحتاجها أحيانا. Coché. أقوم بتحديدها، ثم نسحب. Zone d'édition, non coché. Zone d'édition, المربعات الخاصة بالكتابة لا أحتاجها كثيرا. Image non coché. صور لا أحتاجها. Case à cocher non coché. Case à cocher كذلك أحيانا لا أحتاجها. Barre du défilement non coché. نسحب. Liste non coché. Liste لا أحتاجها. Élément de liste non coché. Élément.
Focus, non coché. Focus cliquable, non coché. Nœud, non coché. هذه أحيانا أحتاجها. Coché. نسحب. Défilement, non coché. Défilement, أحيانا كذلك أحتاجها. Coché. Navigation verticale, non coché. لا أحتاجها. Caractère, non coché. Caractère, أحتاجها. Coché. نسحب. Mot, non coché. Mot, أحتاجها. Coché. Ligne, non coché. بالسطر أحتاجها. Coché. Paragraphe, non coché. بالعبارة لا أحتاجها كثيرا. Page, non coché. لا أحتاجها. Copier, non coché. النسخ لا أحتاجها. Volume, non coché. Volume. Coché. أحتاجها أحيانا خاصة في التليجرام. Vitesse, non coché. الفيتاس أحتاجها كثيرا. Coché. نسحب. Traduction et reconnaissance, non coché. الترجمة أحتاجها. Coché. Annuler bouton. أسحب. OK bouton. OK. Paramètres de navigation. وبهذا المفروض اخترت العناصر التي تحتاجها أنا. أسحب من على الأسفل. Bouton. بوطن اخترتها. Nœud. بالعقدة. Défilement. Défilement. Caractère. بالحرف. Mot. Mot. Ligne. Ligne. Volume. Volume. Vitesse. Vitesse. Traduction et reconnaissance. Traduction. Par défaut. لاحظوا كل هذه اللي كانت التي لم أحددها الآن أصبحت لا أجدها. فهذا من الأفضل حتى ما تكونش قائمة طويلة جدا. فمثلا الإخوة أنا أردت اختار عنصر الفيتاس. الآن أنا أريد رفع سرعة الكلام هنا للقارئ الشاشة الجيشو. ماذا أعمل؟ أسحب من اليسار اليمين. أسحب. 65. لاحظوا 65. 70. 70. 75. 75. 80. 80. 85. 85. 90. 95. 95. 100. الآن هذا نوعا ما أمر شوية كتير 5% فسرعة الكلام رأي كتيرة فنرجح إلى 60 وذلك بالسهم من اليمين لليسار. وهنا نكون مضطر للعودة إلى الافتراضي حتى أتصفح بالطريقة العادية من اليمين لليسار واليسار لليمين للذهاب للعنصر التالي والرجوع للعنصر السابق. نشوف مثال آخر. الفوليوم هذا خاص بصوت الميديا. صوت الميديا يرفع عنا. فإذا أردنا رفع المستوى صوت الميديا نسحب من اليسار اليمين. وإذا أردت خفض صوت الميديا نسحب من اليمين اليسار. نسحب. الترجمة هنا أمر ممتاز كذلك. نسحب من اليسار اليمين حتى يترجم لنا. والأمر الآخر خاص بالنسخة المدفوعة. ولكن دائما نكون مضطرين للرجوع للتصفح الافتراضي حتى نتمكن من الذهاب للعنصر التالي أو الرجوع للعنصر السابق. نسحب مرة واحدة من اليسار لليمين. شيون شين دو لي شين داو ان شو شي كازا كوشي نون كوشي هذا هو العنصر دا كاي وان شي تو لي شين يو ال ان مورن شيون جيان شان غو شيا اي جيان شيا او شان كي اي يوان لي شين شيون شيان زو او اي شيان يو كي اي يوان شيان مي مورن لي شين جي شين. المهم هذا هو العنصر التي تمت اضافته. هذا راه غير محدد. الان لو نحدده نضغط عليه ضغطتين. المهم قد قمت بتحديده. الآن كيف سوف يكون التصفح حسب نوع العنصر؟ نسحب على الأسفل. Gardez le type de navigation sélectionné lors du changement de fenêtre cochée. لم يفعل شيئا. كيف الآن أتصفح حسب نوع العنصر؟ أسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم إلى الأعلى أو العكس. نسحب على الأسفل ثم إلى الأعلى. بوتون. لاحظوا قلنا بوتون. نسحب كذلك على الأسفل ثم الأعلى. نو. نسحب من الأسفل الأعلى ثم إلى الأسفل. بوتون. ارجع لي إلى بوتون. نتصفح. بار ديفو. بار ديفو. تراديكسيون إي ريكونيسانس. تراديكسيون. فيتاس. فيتاس. الآن أنا مثلا أردت خفض أو رفع سرعة الناطق. أسحب من على الأسفل مرة واحدة. 65. نسحب. 70. لاحظوا رأيت تطلع. نسحب. 75. 75. نرجع مرتين. نرجع من الأسفل الأعلى. 75. من الأسفل الأعلى. 70. أسفل الأعلى. 65. 65. 60. لهذا نحن لما نختار بالتصفح بهذه الطريقة لما نفعلها مثلا اخترت أنا مثلا اخترت التصفح بالحرف. فهنا لا نسحب من اليسار اليمين حتى يذهب لي إلى الحرف التالي
ومن اليسار من اليمين اليسار لرجوع الحرف السابق، لا، نسحب من الأعلى الأسفل للذهاب للحرف التالي، ومن الأسفل إلى الأعلى للرجوع للحرف السابق. التصفح من اليمين اليسار يبقى عادي، الذهاب للعنصر التالي والرجوع للعنصر السابق، ولكن السحب من الأعلى الأسفل والعكس من الأسفل الأعلى يختلف. فإذا كنت قد اخترت عنصر لا فيتاس سرعة الكلام، فمن الأعلى الأسفل يرفع سرعة الكلام، والعكس من الأسفل الأعلى يخفض سرعة الكلام. أما إذا اخترت التصفح بالحرف فالأعلى الأسفل يذهب بك إلى الحرف التالي، ومن الأسفل الأعلى يرجعك إلى الحرف السابق. وإذا اخترت التصفح بالعبارة أو بالكلمة، فإن أعلى أسفل يذهب بك إلى الكلمة التالية، ومن الأسفل الأعلى يرجعك إلى الكلمة السابقة. نتمنى إن شاء الله الفكرة راهي واضحة الإخوة. فهذا النوع من التصفح هو في حقه ممتاز، ولكن عيوبه أنك تفقد وظيفتي الذهاب للعنصر آخر عنصر وأول والرجوع إلى أول عنصر، وتكون مضطر لتخصيص لهم إيماءتين خاصتين بهما. كما أن إيجابيته لا تفقد الإيماءات الافتراضية للسحب من الأعلى إلى الأسفل والعكس من الأسفل إلى الأعلى، مثل الإلغاء، الموافقة، وغير ذلك. الإخوة، في الحقيقة أنا تعودت على الطريقة القديمة، لذلك سوف أعود للطريقة القديمة. نسحب من اليسار اليمين. شي يوم شين دو لي شين داو عن شو شي كذا كوشي كوشي. أي محددة أزيل التحديد عنها. نسحب على الأسفل. Traduction et reconnaissance. لاحظوا. Vitesse. Vitesse. Traduction et par défaut. أنا في حقيقة تعودت على هذه الطريقة، حتى وإن الطريقة الحديثة حتى هي ممتازة جدا في بعض الأمور، ولكن تعودت على هذه الطريقة. إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله أنني قد وفقت في إيصال الرسالة الخاصة بهذا التصفح حسب نوع العنصر. لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.